أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كون العلماء من ولاة الأمر يعني أن لهم أن يأمروا بالجهاد وبما يقوم به ولي الأمر من شؤون الأمة؟ لا، هم من ولاة الأمر من جهة الدين، من ولاة الأمر من جهة الدين، أما من جهة السياسة فهي إلى ولي الأمر. نعم، ما هي إليهم. نعم.